إن شئتم أن ترفعوا يوم القيامة وتعظموا وتكرموا وترحموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا. مرة أخرى من الصرادق المقام للمغفور له بإذن الله تعالى، ومن موجات الحاج محمد جمعة الصوتية، نلتف بكم سويا حول مأدبة القرآن الكريم، وقارئنا في هذه الليلة قارئ جمهورية مصر العربية وعضو بنقابة القراء بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيكي، القارئ والمقيم بالخور التابعة لمركز ومدينة أشمون. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك، وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يا رب. الرحمن علم القرآن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام في الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة.
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يا رب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربي كل من
يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. هيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك هم أهل الله والصفوة الملا، هل الإحسان والبر والتقى. حماك الله يا خير قارئ لأعظم ترتيل عن النبي محمدا، قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض لقارئ جمهورية مصر العربية قبيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيتي القارئ والمقيم بالخور، عبر أثير الإذاعة المحلية وهندسة الكهرباء العالمية، ومن داخل قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة الذي ركبت من إدارة ومخازن الحاج محمد جمعة وأولاده المقيم بأزبة رستم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولله البقاء.